بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتختم بالصالحات أعمالنا، وتشفي بها أمراضنا، وترحم بها أمواتنا، وترزقنا بها كل ما يسعدنا دنيا وأخرى، نحن وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة. يعني كان معاصر لسيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري وسيدنا المرسي أبو العباس في أواخر أيامه، لأن سيدنا ابن عطاء الله السكندري توفي بعده بحوالي 6 سنوات تقريبا، فدليلهم كانوا معاصرين لبعض. كان هذا الزمان زمان ممتلئ الأولياء، وكان ربنا ظاهر الأولياء بخلاف الزمن بتاعنا، ربنا مخفي الأولياء. ما تفتكرش ان الزمن بتاعنا فيهوش اولية، لا، ده نفس العدد هو ما بيقلش، بس في ازمنة ربنا يظهر الاولياء، وفي ازمنة تانية ربنا يخفي الاولياء رحمة بالعباد، لانهم لو لم يقوموا بحق الاولياء لعاقبهم عقاب شديد. يقوم يخفيهم علشان لو الناس استهتروا بيهم يقوموا يرحمهم برضو، لان احنا في زمن الناس لا تحترم فيه الاولياء، يقوم ربنا يخفيهم، يقوم ربنا يستر جهل الجهال. لكن لو اظهر الاولياء والناس عدوهم يستوجبهم حرب الله، فهمت بقى ازاي؟ فمن رحمة ربنا في الزمن بتاعنا ده ان يخفي الاولياء، دي من رحمة ربنا بينا. واحد يقول لك طب ليه ما يظهرهمش؟ ما هو لو اظهرهم هيسارع بعقوبة من خالفهم، فهم؟ فخلي الناس تاخد راحتها، لانه مش فاهم انه ده ولي، فاهم ازاي؟ لكن لو عارف انه ولي وبعدين يظاهره العداء يروح في داهيه، لان من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، فالمساله مش سهله. فالحمد لله الذي جعلنا في زمان اخفى فيه اولياءه ليتم ليتم ستر المسلمين بالرغم جهلهم، لان ربنا سبحانه وتعالى لطفه بينا واسع برحمه نبينا بينا وبدعوه نبينا بامته ولأمته، فيسبب الأسباب اللي بيها يرحمنا، فيجعل جهلنا سبب رحمتنا. سبحان الله، إيه ده؟ حاجة غريبة يا أخي. هو سبحانه يجعل الداء عين الدواء والدواء عين الداء، فالحمد لله لهذه النعمة. ما زلنا في حديث الإسراء والمعراج، وهو الحديث 60 بعد 100، ولحد دلوقتي تصدق في هذا الزمن في شوية بعض المثقفين، لازم تطلع لسانك، المثقفين مهمة دي، ينكرون المعراج. حاجة شيء عجيب، كأنه قال يعني قابل النبي وقال له يا نبينا أنت أعرج بيك ولا لم يعرج؟ فالنبي قال له لا، لم يعرج بي يا حبيبي. فجاي بيقول لنا إذا كانت الأمة كلها على مر العصور بتقول إن في معراج، تيجي أنت في آخر الزمان تكذب لوحدك كده؟ هو حاجة غريبة يعني، حاجة شيء غريب يعني. لكن على أي حال الحمد لله عقيدة عوام المسلمين سليمة بالرغم تشويش المشوشون، ومعلوم أن النبي أعرج به وعرج به في السماوات وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الموجود في فلسطين، وليس الموجود في الجعرانة كما ذهب إلى أحد مثقفين هذا الزمن. لازم تطلع لسانك في الثاء والذال علشان تفش غلك شوية، واخد بالك؟ مهمة. على أي حال، حديث المعراج حديث معروف رواه كتب السنة وتعرفه الأمة منذ يعني نعومة أصفارها بالنقل من الصحابة كابرا عن كابر،
واشتهر الأمر بحيث أنه يصعب إنكاره، ومن أنكره وقع في أزمة كبيرة في إيمانه وفي أسلوب فهمه لدينه. فهمت؟ قلنا أن حديث المعراج والإسراء والمعراج يرد على 3 شبهات للوهابية: أن النبي لا ينتفع به بعد وفاته، دي أول شبهة، وهذا الحديث يدل على الانتفاع بالأنبياء بعد وفاته، لأننا انتفعنا بنصيحة سيدنا موسى وكان قد توفي، وانتفعنا بسلام سيدنا إبراهيم وبلاغه بأن الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى ما زال الأنبياء وهم في برازخهم ينفعون الأمم، فإذا كان الأنبياء ينتفع بهم بعد وفاتهم يبقى نبينا من باب أولى. فهمت؟ لأنه هو نبيهم. دي أول شبهة. الشبهة الثانية إيه؟ أن رؤية النبي يقظة بعد وفاته جائزة شرعا، بحيث أنها وقعت للنبي، كان متيقظا ورأى جميع الأنبياء، رأى جميع الأنبياء يقظة وهو في يقظته في حال حياته الدنيوية، وهم ينكرون أيضا رؤية النبي يقظة. دي الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة: ينكرون الصلاة في الأماكن الشريفة ويعتبرون أن هذا من باب الشرك. تيجي تطلع غار حراء تلاقي كاتبين لك يافطة إن لم يرد ومش عارف إيه والكلام ده. طب ما غار حراء ده مكان شريف، ده نزل فيه أول ما نزل الوحي. إيه المشكلة إن المسلمين تطلع ويبقى مزار ويروحوا هناك ويصلوا ركعتين حيث سجد النبي وجبهته لمست التراب؟ إيه المانع يعني؟ إيه الشرك فيها يعني؟ ثم إن زيارة الأولياء والصلاة بجوار قبورهم واتخاذ المساجد بجوار القبور هذا أمر اتبعته الأمة على مر العصور، فدي أماكن شريفة لأن قبر الولي روضة من رياض الجنة، والرسول بيقول جعلت لي الأرض مسجدا، فالأرض اللي بجوار قبر الولي دي ينفع تبقى مسجد. إيه المانع إنها تبقى مسجد؟ المانهي عنه إنك أنت تصلي جوه القبر نفسه أو فوق القبر أو إلى القبر، ومحدش بيعمل كده من المسلمين. ده هما بيجوا المكان الفراغ اللي جنب قبر الولي يعملوا مسجد ويصلوا هناك ليه؟ التماسا لبركة المكان. فيقول لك لا ما تشدش الرحال لإيه؟ لزيارة قبر النبي، لكن شد الرحال لزيارة المسجد. الله، هو المسجد لم يشرف إلا لوجود النبي فيه. تصور أنت النبي مش موجود هناك في المدينة، فكرة كانت المدينة تبقى زحمة كده، اتفرج كده على المدينة اليوم دي زحمة من جميع جهات العالم، كله رايح عشان النبي ولا رايح عشان جدران؟ لو النبي مش هناك ما كانش هيبقى في زحمة، ولا كانوا هيدوروا على حد أصلا يقول لهم سلام عليكم. فهمت؟ فالناس كلها راحة للنبي مش راحة للجدران ولا للرخام، لكن للأسف. طب ايه الدليل من الحديث ده على جواز الصلاة بجوار قبور الصالحين وشد الرحال لزيارة قبور الأنبياء؟ ان رسول الله وهو في الإسراء سيدنا جبريل نزل البراق مخصوص عند قبر سيدنا موسى وقال هذا قبر موسى بن عمران، فصلى النبي ركعتين بجوار قبر موسى بن عمران. طب وهنا دليل شد الرحال اهو، ما هو النبي في الإسراء ده مش كان مسافر وراكب البراق وسيدنا جبريل هيأمره بشرك؟ ولا نروح نعلم سيدنا جبريل بقى المذهب الوهابي؟ يعني شيء عجيب. سيدنا جبريل اللي هو أمين سر الوحي يقول للنبي هذا قبر موسى بن عمران وينزل البراق مخصوص ترانزيت استراح ويصلي ركعتين. الله، يبقى يجوز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والصلاة بجوار قبورهم. وبعدين ينزله نزلة تانية عند بيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى بن مريم ويصلي ركعتين في الأماكن الشريفة، لأن مكان شهود ولادة نبي ده مكان شريف. يقوم هم ييجوا في مكان اللي اتولد فيه النبي يعملوا إيه؟ دورات مياه وميضاء. شفت الفساد الاعتقاد اللي عنده؟ بقى المكان ولادة النبي يتحول إلى ميضاء، يتوضأ الناس ويأخذوا فيه حاجتهم. يبقى هم لم يفقهوا إيه؟ هذه الآية الأدلة من خلال قراءتهم للسنة، وبالرغم ان هم يقولوا ايه احنا اهل حديث ويطلع لسانه برضه في الثاء، واخد بالك؟ فاللسان بتاعهم ده لازم يطلع في الثاء وفي الذال وفي كل حاجة عشان ايه؟ يدل على اعتقادهم المتعصب. على اي حال، يبقى احنا عرفنا 3 ردود واضحة في حديث الإسراء على 3 شبهات وهابية معاصرة دخلت في عقول كثير من المسلمين. الوجه التاسع، ده كلام بقى المصنف على الحديث، المصنف اللي هو سيدنا أبي جمرة،
يقول فيه دليل لأهل الصوفة وأصحاب المعاملات والتحقيق، لأنهم يقولون أنهم يرون قلوبهم وقلوب إخوانهم وإيمانهم وإيمان إخوانهم بأعين بصائرهم، وجواهر يرون الإيمان جواهر محسوسة جوه القلب. ده أنت يدخل عليك الواحد كده تشوف وشه منور. طب النور ده يعني إيه؟ يعني مركب لمبة؟ أبدا، ده أنت بتشوف نور وجه الإيمان، وجهه من الإيمان اللي هو موجود في قلبه أثر على 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 وجهه. يبقى مع إن يمكن بشرته سوداء، يمكن جاي لنا من أفريقيا، من تشاد ونيجيريا والسودان والنوبة، وتلاقيه من شدة إيمانه تلاقيه وجهه منور كده. واحد تاني يدخل عليك من بلاد الكفار وهو أبيض الوجه، تلاقيه مظلم وزي التراب. إيه ده؟ يعني طب النور اللي بيظهر ده إيه؟ ده من أثر الإيمان. واللي يرى نور الحاجات دي مين؟ المؤمنين، واخد بالك؟ تعرفهم بسيماهم، واخد بالك؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني الخضوع إلى الله. علشان كده الناس بتعرف أثر الإيمان وتشوفه واضح. يعني أهل الإيمان يروا الإيمان في غيرهم، لأن تملي أنت ترى ما تعرف، أنت لا ترى ما لا تعرف. خد بالك، الإنسان عينه وقلبه لا يرى إلا ما يعرف، فهمت؟ يعني أنت لو مش عارف أخوك وما قابلتوش عمرك، لو ماشي في وسط الناس عمرك ما هتعرفه، وهو أخوك لأن أنت لم تقابله أصلا منذ أن ولد. أبوك تزوج في بلد بعيدة وأنجب أخ لك وقال لك ان انا تزوجت في بلاد بعيدة ولك اخ هناك. مرت 20-30 سنة، رحت البلد دي، تخبط في اخوك وما تعرفش ان اخوك، لانك انت ما تعرفوش اصلا. لكن لما تعرفه تشوفه في وسط الالاف تطلعه على طول. يبقى القلب والعين لا تعرف الا ما تعرف، ما تعرف مسبقا. لابد يبقى في معرفة مسبقة لتعرف ايه ما ترى. عشان كده احنا مثلا لما كنا نعلم الطلبة في الطب، لما الدكاترة حديث التخرج، نقول له شوف انت عمرك ما تشخص المرض الا لو كنت قاري المرض قبل ما يجي لك المريض. لو مش قاري المرض قبل ما يجي لك المريض، تبقى كل اعراض المرض قدامك وانت مش شايفها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لازم سبق العلم لتعرف عندما ترى المعلوم. لو رأيت المعلوم وانت لم تعلمه مسبقا لا تعرفه، فهم؟ فدي النقطة دي مهمة. وبالتالي المؤمن لسبق إيمانه يعرف أهل الإيمان أول ما يشوفه. فهمت بقى إزاي؟ ليه؟ لأن القلوب على أمثالها تقع. وعلى شكرا بيقول لك إيه؟ يروا الأمور. والإيمان ده أمر مش محسوس، لكنه أمر معنوي، لكن هو يراه حسا. سبحان الله يا أخي، أول ما تقعد كده في حتة، حتى ولو في بلد أجنبي خالص كلهم كفار، تيجي واحد يقعد جنبك في المترو تشعر كده اللي جنبك ده مسلم. عرفت من غير ما يكلمك، تشعر كده، لقي إيه؟ جسمك استراح له وقلبك استراح له وانفتح له. دي معروفة، والناس اللي راحوا يعني البلاد الكفار يعرف المسلم كده وهو في الشارع، سبحان الله، مع إنه ما قابلوش قبل كده، يعرف ده مسلم من هيئته كده. والكافر تعرفه من هيئته. حتى المصريين البسطاء يقول لك ده عظمه زرقاء، البسطاء مش كده؟ يقول لك ده شكله عظمه زرقاء، مع انه اول مره يشوفه حاجه غريبه، شاف الزرقان ازاي وهو مش ازرق ولا حاجه. فهمت بقى ازاي؟ وهذا على فكره ليس على سبيل التعيير، ولكن ده على سبيل العبره. فهمت ازاي؟ لان الكافر لا يعير بكفره، كما ان المؤمن لا ينادى بايمانه، لان المؤمن ما يحبش الشهره. لكن دي كلها فقط للاعتبار، معاني للاعتبار، وليس للتشهير بأحد، وليس لطلب الشهرة لأحد. فهمت بقى ازاي؟ دي كلها معاني بنقولها للاعتبار فقط. فيروا ايه؟ ببصائرهم جواهر محسوسة. هو فكرك الإمام أبو حنيفة ليه اخترع الحنفية؟ سموها حنفية نسبة للإمام أبو حنيفة. مش احنا نقول حنفية بتاع الإمام السنبور ده اللي أنت بتفتحه ده، بنقوله حنفي، يعني مذهبه حنفي. ليه ما نقولوش شافعي؟ ليه ما نقولوش مالكي؟ نقول الحنفية، ما نقولش ايه الشافعية. طب ليه؟ لأن الإمام أبو حنيفة من كثرة عبادته واجتهاده وإخلاصه
كان يرى ذنوب الناس وهي نازله مع اخر قطر الماء وهم بيتوضوا، زي ما النبي اخبر في الحديث ان الانسان ما بيتوضى يا ايه تنزل ذنوبه مع اخر قطر الماء التي ارتكبتها يداه والتي ارتكبتها عيناه والتي ارتكبتها اذناه. الامام ابو حنيفه ربنا كشف له الذنوب، ودي امور معنويه، يشوف الميه نازله مدهوله مليانه ذنوب، فقال ازاي الميه دي استعملها تاني واتوضى بيها تاني، او تخبط على هدومي وايه وتلوثها. فهمت بقى ازاي؟ فلما قلق من المساله دي قال لابد اننا نعمل حاجه الناس ما تحطش ايدها في الميه وتتوضى كده، لان بتسيب ذنوبها جوه الميه، نجست الميه او لوثت الماء. شفت طريقه الامام ابو حنيفه؟ لانه شاف، ربنا كشف له، كشف له حاجه مش كل واحد شايفها. كان يخش الناس بتتوضى، واحد بيتوضى كده يقول له بطل عقوق الوالدين، عرف منين؟ التاني يقول له بطل كده، انت بتاكل حرام. داخل الناس قاعده تتوضى وقاعد يعايرهم بذنوبهم، شايفها بعينه حاجه غريبه. زي سيدنا عثمان بن عفان لما دخل عليه احد التابعين وكان لسه معاكس واحده امراه معديه جنبه كده، فقام بص لها بص كده ما تلقش يعني، بص شهوه يعني. فبعدين دخل على سيدنا عثمان يقول يدخل احدكم علي والزنا في عينيه؟ الله. فقام قال له أوحي بعد رسول الله؟ الراجل انبهر، قال له أوحي بعد رسول الله؟ يبقى ربنا ممكن يكشف للناس هذه الأمور اللي النبي قالها وهي معاني، يكشفها حسا لناس. عشان كده الإمام أبو حنيفة فضل يتحايل وقال نجيب البرميل ونخرم خرم ونطلع منه حاجة بحيث نفتحها كده ينزل المية عشان محدش يحط إيده جوه المية يتوضى ويسيب لها لنا ملوثة. فكان بداية اختراع السنبور ده اللي سموه بعد كده حنفية. فهمت ازاي؟ كان ببركة الكشف، انوار الكشف. ومن مشايخ اللي كان فيهم كشف سيدنا اسماعيل صادق العدو، كان يحكي لي هذا، كان يقول يدخل علي الواحد انظر اليه اعرف معصيته او المعاصي اللي بيرتكبها على طول كده من هيئته وهو داخل، يقول لي كل معصية ليها ريحة انا عارف، هو شم حاجة غريبة، ربنا كشف له. لكن تعب من الكشف ده، بيقول لي ربنا كشف لي، قعدت عدة شهور قرب السنة في كرب شديد مش عارف أتعامل مع الناس. فراح عمل عمرة مخصوص وتعلق في أستار الكعبة، يا رب اكشف عني اللي أنا فيه، رجعني تاني زي الناس ما أعرفش حاجة عن أي حد، لأنه مش عارف يعيش مع الناس. فما تفتكرش إن الكشف ده حاجة حلوة يعني تسعى ليها، لا لا، ده يكون ربنا ساتر الناس عنك، ما يشغلكش بعيوب غيرك، لأن لو شغلك بعيوب غيرك شغلك عن نفسك، فهمت؟ فتضيع عمرك فيما لا طائل. فعلى أي حال ناخد بالنا من الحكاية دي. فمنهم من يعاين إيمانه مثل المصباح، ومنهم من يعاينه مثل الشمعة، ومنهم من يعاينه مثل المشعل وهو أقواها، ويقولون بأنه لا يكون المحقق محققا حتى يعاين باطن قلبه بعين بصيرته كما يعاين كفه بعين بصره، فيعرف الزيادة فيه من النقصان. وكذلك أيضا يقولون في الحكمة بأنهم يعاينونها بأعين بصائرهم تتتابع من جوانب أفئدتهم كما تتتابع عيون الماء على اختلافها، تتنابع أحسن، تتنابعات الألم، خليها تتنابع من النبع يعني، تتنابع من جوانب أفئدتهم كما تتنابع عيون الماء على اختلافها، فبعضها ينبع نبعا يسيرا وبعضها ينبع نبعا كثيرا، فمن قوي منهم إيمان. وربنا أشار لهذا المعنى، واخد بالك ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة، وإن من الحجارة، يقصد بقى بالقلوب هنا، قلوب دي حجارة، منها من يتفجر منه الأنهار، يعني أنهار المعارف، واخد بالك إزاي؟ ومنهم من يشقق فيخرج منه الماء، ومنهم من يهبط من خشية الله، يعني يسجد لخشية الله، واخد بالك؟ دي أنواع قلوب العبادة على فكرة.
فمن قوي منهم إيمانه وكثرت حكمته لا يطيق السكوت، لأنه يتنعم بذكر تلك الحكم كما يتنعم صاحب الغذاء بحسن الغذاء، وربما إذا اشتد عليهم الحال ومنعوا من الكلام كان ذلك سببا لموته. يعني من كتر الحكمة اللي بتتفجر في قلوبهم لازم يتنفس ويقولها، لو ما قالهاش وقال له اكتمها ممكن يموت فيها، ما يتحملش. يتحملش ايه؟ لازم يفتح باب شوية عشان ايه يتحمل، وإلا ينفجر قلب من الأنوار. حتى لقد حكي عن بعضهم أنه كان إذا جاءه الحال وهو في مجلس شيخه لا يطيق السكوت، فيغلب عليه الحال فيتكلم، فكلمه شيخه في ذلك وأمره بالسكوت، فلما أن ورد عليه الحال بعد ذلك لم يطق الكلام لأجل نهي الشيخ عنه، فتحمل ذلك فمات من حينه. يؤيد ما قررناه عنه أولا. وطبعا الصحابي معروف اللي هو إيه، أسلم وكان عبد، أسلم وبعدين سمع النبي بيقرأ سورة الإنسان، كانش لسه حتى لا سجد سجدة ولا حاجة، فشهق فمات، ما تحملش السورة، أنوار السورة واخد بالك ما تحملهاش، شهق ومات. معروف في السيرة يعني من أحد صحابة النبي. ويوضح قوله عز وجل: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. نقل صاحب التحصيل في مختصر يعني العلماء أنهم قالوا إن الضمير عائد على المؤمن، تقديره مثل نور المؤمن كمشكاة، والمشكاة هي الحديدة التي في وسط القنديل، فقالوا المشكاة مثل الصدر مثلا لصدر المؤمن، أو مثل 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 لصدر المؤمن، فقالوا المشكاة مثل لصدر المؤمن، والزجاجة قلبه، والمصباح إيمان. ونقل أيضا عن العلماء في معنى قوله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إن الذين يعلمون الناس السحر ببابل إذا أتاهم من يريد تعلم سحرهم يقولون له من يريد تعلم سحرهم يقولون له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإن أبى إلا أن يتعلم قال له إيتي هذا الرماد فبل فيه، فإذا بال في ذلك الرماد خرج منه نور يسطع إلى السماء وهو الإيمان، وخرج من الرماد دخان أسود يدخل في أذنيه وهو الكفر. يعني تعلم السحر يؤدي للكفر، وده معروف، لا يبرع في السحر إلا من كفر، فنسأل الله السلام. فكأنه إذا أراد أن يبرع في السحر لابد أن يخرج منه نور الإيمان. عشان كده إيه تعلم السحر عند الشافعية من الكبائر. وكتير منهم عشان يتعلم السحر إيه يقوم إيه يبول في اللبن ويعيش في النجاسات ويقعد بالسنة ما يغتسلش من جنابة، واخد بالك، ويأكل الطعام الملوث بالنجاسات، كل ده عشان إيه يبرع في السحر، فنسأل الله السلام. فإذا أخبرهما بما رآه إن هو خلاص خرج منه النور ده علماه، فهذه الآية بظواهرها ومعانيها مع نص الحديث الذي نحن بسبيله حجة لأهل التحقيق والمكاشفات فيما نقلنا عنهم. وقد حكي عن بعض الفضلاء منهم رحمه الله في حكاية يطول كتبها هنا أنه قدر عليه بأنه تنصر ثم عاد بعد ذلك للإسلام وحسن حاله أكثر مما كان أولا، فكان يقول إنه رأى أولا قبل كفره طائرا أخضر قد خرج من فمه، فمنذ خرج منه لم يلتفت إلى الإيمان ولم يرجع إليه، وكان إذا ذكر بالإسلام ويوعظ يقول أعلم كل ذلك ولم يجد سبيلا إلى الرجوع، فلما أن تلافاه الله تعالى بعفوه أو تلقاه الله تعالى بعفوه وإفضاله، فإذا بالطائر الأخضر قد أتاه فدخل في حلقه، فإذا هو قد رجع له الإيمان وانشرح صدره بالحكمة واتسع. يؤيد ما قالوه وما شاهدوه قوله عليه الصلاة والسلام: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وهم قد عاينوا ينابيع الحكمة كيف هي على ما نقلناه عنهم، وعاينوا حقيقة الإيمان كما وصفنا. رزقنا الله من الهدى والنور ما رزقهم، وألحقنا في الدنيا والآخرة بهم بمنه، إنه ولي كريم. هذا ما تضمنه اعتقاد أهل التحقيق وما يتضمنه أحوالهم.
كل ده بيعلق، لان في الحديث انه جابوا تست في حكمه وايمان، والحكمه والايمان ده امر معنوي لكن النبي راه حسا، فهم؟ فهو ده بيعلق لك حوالين هذه المعنى. واما ايماننا في الفقه فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه موافق لاهل الكلام، لانه اصحابه ينقلون عنه ان الايمان يزيد موافقه منه لما ذكر الله عز وجل في كتابه، ويقولون بان النقص لا يمكن فيه، لانه على زعمهم عرض، والنقص في العرض ذهابه. يعني الشافعيه قالوا ان ايه، ان الايمان حقيقه الايمان نفسه لا تزيد ولا تنقص حقيقته، لكن كماله عشان يكمل يزيد وينقص ايه بالاعمال. ليه؟ لان قالوا لو قلنا ان الايمان ينقص والايمان عرض، والعرض اذا نقص معنى ذهب، فهمت ازاي؟ ده راي بعض متكلمي الشافعيه، مش كل مذهب الشافعيه، راي بعض المتكلمين فيه. واما ابو حنيفه رحمه الله فيقول بانه لا يزيد ولا ينقص، يقصد برضو حقيقة الإيمان اللي هي إيه؟ حقيقة الإيمان هي حقيقة التصديق نفسه. وظاهر مذهب مالك رحمه الله موافق لأهل الحقيقة فيما قررنا عنه، لأن أصحابه ينقلون عنه إن الإيمان عنده يزيد وينقص، وقد مثله بعض أصحابه بماء العين يزيد مرة وينقص أخرى، ولم يعدم الماء من العين، وهذا هو الحق الذي لا خفاء فيه، بدليل ما قررنا من الآي والأحاديث وما شاهده أهل التحقيق عيانا، ولأنه عليه الصلاة والسلام قد قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث بكماله، وجاء من طريق آخر قال فيه إن الإيمان يخرج منه حين الفعل فيبقى على رأسه كالظلة، ولو كان عرضا لم يتأتى أن يقوم بنفسه، يبقى يوقف في نفسه كده مظلله يعني، والعرض لا يقوم بنفسه حتى إنه يبقى كالظل على رأسه. هذا ما تضمنه البحث في حقيقة الإيمان، ما هو على طريقة أهل الفقه وأهل التحقيق، مع أنه ليس أحد الوجهين أعني هل يكون الإيمان جوهرا أو عرضا بالنسبة إلى القدرة من طريق المستحيل. ولهذا كان الصحابة والسلف يعني يحتمل معنيين، لأن العقل يجيز هذا على فكرة، عشان كده ليس مستحيلا أن تظن أنه عرض، أو ليس مستحيل أن تظن أنه له جسم ولكن أنت لا ترى. ولهذا كان الصحابة والسلف والصدر الأول رضوان الله عليهم لم يتكلموا في هذا ولا في أمثاله، لأن المقصود منا الذي لأجله أنزلت علينا الكتب وأرسلت لنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إنما هو التصديق الخالص والعمل الصالح، والشغل بهذين الأمرين أولى، بل هو الواجب، واجب الإضراب عن الشغل بغيرهما، لأن الاشتغال بغيرهما شغل عنهما، وذلك سبب إلى ترك ما أريد منا. يعني منوع أن نتشغل في البحث هل هو عرض ولا هو جسم، ضيع وقتنا، قم صلي، قم اقرأ قرآن، قم شوف ربنا مكلفك بإيه، بطل بقى البحث في إيه. زي بالضبط الفلاسفة اللي قعدوا يتخنقوا البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة، لحد ما أعدائهم دخلوا بلادهم واجتاحوا إيه ديارهم، وقاعدين هم لسه بيتناقشوا، المهم تاكل البيضه وتذبح الفرخه وخلاص الحكايه سهله. لان الاشتغال بغيرهما شغل عنهما، وذلك سبب الى ترك ما اريد منا. لكن لما تشغل قوم بالاخذ في هذا واشباهه، واطلقوا ان الامر كما ظهر لهم من علم العقل على زعمهم، حتى صار الامر عندهم ان من لم يعتقد مثل اعتقادهم منسوب الى المذاهب الفاسده، فاحتجنا لأجل هذه العلة أن نبين مذهب أهل التحقيق والتوفيق ومذهب الصحابة والسلف رضوان الله عليهم بنص الكتاب والسنة كما ذكرنا قبل، لكي يتبين بذلك الحق من الباطل والضعيف من القوي. فإن اعترض معترض لتخصيص لفظ الحديث من طريق علم العقل فقد سقط بحثه، فلا يعبأ به، لأنه قد قدمنا في الأحاديث المتقدمة قول فقهاء الدين وأئمته أن عموم القرآن يخصص بالقرآن، واختلفوا هل يخصص عموم القرآن بالسنة المتواترة أم لا على قولين، ولم يختلفوا أن القرآن لا يخصص بأخبار الآحاد، وكذلك اتفقوا على أن عموم الحديث يخصص بالحديث، واختلفوا هل يخصص بإجماع جل الصحابة أم لا على قولين. كل دي أمور إيه في الأصول بقى الفقه بتناقش يعني. ولأجل ذلك اختلف مالك والشافعي رحمهم الله في عمل أهل المدينة إذا وجد الحديث بخلافه. فقال مالك رحمه الله: أهل المدينة أهل دار الهجرة ومجمع جل الصحابة العارفين بأحكام الله وسنة نبيه عليه السلام،
فلم يتركوا العمل بحديث إلا وقد صح عندهم نسخ، ولم يبلغنا نحن ذلك. وأبى الشافعي رحمه الله ذلك وأخذ بمقتضى الحديث. وأما تخصيص لفظ الحديث بنظر غير الصحابة ورأيه فلا يجوز بالإجماع، لأن الحكم لقول الشارع عليه السلام لا لغيره، لكن قد يسوغ الجمع بين ما ذهب إليه المتكلمون وبين ما ذهب إليه أهل التحقيق بمعنى لطيف، وهو أنه لما نظر أهل العقل إلى الآي والأحاديث بنفس الدعوة وحصروا قدرة القادر بمقتضى دليل عقلهم جاء لأجل هذه الدعوة، في عين البصيرة ضعف لم يروا شيئا فرجعوا إلى مقتضى ما دل عليه عقلهم. يعني لما بيغلب على الإنسان عقله بيخفت نور بصيرته، فهمت؟ يوم يضطر ينكر أمور في العقل في الشرع العقل لا يدركها. وكلما قوي نور الإيمان غطى على ضعف عقله فيدرك بنور إيمانه ما لا قد لا يدركه العقل، فهمت بقى ده السبب؟ عشان كده ما تلاقي واحد بيناقشك وهو غالب عليه العقل ما تضيعش وقتك معاه، لأنك لو قعدت تتكلمه للصبح مش هيقتنع، فقول سلام عليكم وتنك ماشي وتشغل نفسك في الطاعة، ما تضيعش وقتك كتير، فهمت؟ فقالوا الإيمان عرض وغطى عليهم، إذ ذاك مفهوم ما احتوى عليه قوله عليه الصلاة والسلام إيمان المؤمن نور يتوقد في صدره. ولما نظر أهل التحقيق بخالص الصدق والتصديق وتعظيم القدرة وإجلال القادر رأوا النور فقالوا الإيمان نور والتصديق عرض، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يؤيد هذا ويوضحه أعني ما ذكرناه من الجمع بين المذهبين ما حكي عن بعض الفضلاء من أئمة التحقيق أنه كشف له عن شيء من أثار القدرة فنظر إليها عيانا فأدركه الخجل لعظيم ما رأى، فأخذ في التذلل والاعتذار لكونه يرى أن ليست نفسه لذلك أهلا، فخوطب بأن قيل له عملت على الحق فأريت الحقيقة، وعملوا على التأويل فعملوا بحسب ما عملوا، وعند الله تجتمع الخصوم، ولأن الحقيقة في الأمور كلها لقول الشارع عليه الصلاة والسلام وقول غيره في ذلك رد، وليس يمكن أخذ جميع الأمور بمجرد العقل لا بالحاضرة منها ولا بالغائبة، ومن ادعى ذلك فهو منه جهل، لأنه لو كان ذلك كذلك لكان فيه مشاركة للربوبية وهو باطل، لأنه لا ينفرد بالغيوب إلا علمه وبذلك تصح الوحدانية. فقلد أيها السامع أي الطرق شئت، فقد أوضحت لك الطرق والله يرشدنا وإياك بمنه. يعني عايز تقلد طريق العقل قلد هتحرم المعاني، عايز تقلد طريق التصديق والإيمان ربنا هيكشف لك الحقائق، واختار ما شئت وهتجني ثمرة ما اخترت، فهمت بقى ازاي؟ والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.